طيب النهارده الفريق كان في مسحه طبيه، كلنا عارفين المباراه يوم الجمعه فضمن البروتوكول الطبي اللي بيقرره الاتحاد الافريقي لازم تعمل مسحه طبيه قبل موعد المباراه ب 48 ساعه، المسحه دي كانت النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيره عصر اليوم الاربع استعدادا لمواجهه المريخ السوداني في مباراه الجمعه القادم في منافسات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، برضه في هذه اللحظات انا بتكلم معاكم بدا مران النادي الاهلي في ملعب التتش بالجزيره وخلاص احنا بنتكلم بقى في اقل من 48 ساعه استعدادا لمواجهه المريخ، كلنا عارفين ان المباراه دي من المباريات اللي لازم تركز فيها من اول دقيقه لغايه اخر ثانيه مش لاخر دقيقه، لان مهم جدا تحرز الثلاث نقاط مع كمان امكانيه احراز اهداف، كلنا عارفين كمان ان المباراه دي هيديرها الحكم السنغالي ماجيت تاني داي وطاقم سنغالي بالكامل هيديروا هذه المباراه المراقب والمنسق والمنسق الامني كلهم وصلوا فجر اليوم الى القاهره وطاقم التحكيم ايضا وصل فجر اليوم الى القاهره وموجود في احدى الفنادق القريبه من ملعب الاهلي والسلام مباراه ان شاء الله هتتلعب يوم السبت او يوم الجمعه سوري يوم الجمعه الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره احنا دايما متعودين مباراه الاهلي بتبقى يوم السبت لكن الماتش اللي جاي ملعب مباراه المريخ هيكون يوم الجمعه الساعه 6 بتوقيت القاهره طيب الحضور الجماهيري ناس كتير بتسال على مساله الحضور الجماهيري هل في جمهور ولا ما فيش جمهور هل نادي المريخ بعت للاتحاد الافريقي طلب يبقى في جمهور ولا طلب ان ما يكونش فيه جمهور الجديد وفي هذه اللحظات انا معاك على الهواء مباشره بديكوا كل الاخبار وكل التفاصيل النهارده كان في اجتماع تنسيقي امني حوالي الساعه 2 الظهر يعني بالظبط من حوالي 3 ساعات الاجتماع انتهى منذ لحظات قليله وتم الاتفاق على حضور 400 مشجع 200 لكل فريق 200 للنادي الاهلي و200 لنادي المريخ السوداني وال200 بيتم تسجيل اسمائهم من خلال دعوات ومن خلال كشف رسمي الاسماء متسجله فيه وموجوده فيه عشان يبقى الكل عارف مين الاعداد الحاضره في هذه المباراه سواء في العدد او حتى في الاسماء المكلفه او اللي هتكون موجوده في هذه المباراه وده ملخص الاجتماع الامني والتنسيقي اللي انتهى به الاجتماع منذ قليل وتم الاتفاق يكون فيه 400 من كل نادي 200 عشان يبقى خلاص ده الكلام النهائي والقول الفصل في مساله الحضور الجماهيري في مباراه المريخ والآل هذه هي مباراه نادي المريخ السوداني وبالتالي له الحق الاول والاخير في تحديد العدد الجماهيري والاتفاق على كل الاجراءات التنظيميه في امكانيه حضور الجمهور كمان لو كان هيبقى عدد حضور الجماهير اكتر من كده كان لازم يكون في اجراءات متخذه قبل النهارده عشان تقدر بقى تطرح التذاكر من خلال السيستم الالكتروني وطرح التذاكر والحضور والتنظيم والجهات الامنيه اللي بالتاكيد بتدي هذه الموافقات بعد الاجتماع ما خلص كل التفاصيل اللي تم الاتفاق عليها هيتم ارسالها للاتحاد الافريقي عشان من خلال محضر رسمي يكون كل التفاصيل دي موجوده مع مراقب المباراه وبيتم تنفيذ كل ده مع المراقب في يوم المباراه ان شاء الله وقبل دخول الجمهور او دخول حتى وسائل الاعلام وكلا الفريقين وبكره ان شاء الله في اجتماع فني مش اجتماع امني بقى النهارده كان الاجتماع الامني والاجتماع التنسيقي بكره اجتماع فني في مقر النادي الاهلي في الجزيره حوالي الساعه 2 الظهر هيتم بقى عرض كل هذه التفاصيل امام المراقب والمنسق الامني والمنسق العام عشان يتم الاتفاق على كل هذه التفاصيل وكمان يتم تحديد موعد وصول الفريقين الى ملعب الاهلي والسلام المباراه الساعه 6 فجرى العرف ان يكون كل فريق موجود في ملعب المباراه حوالي الساعه 4 ونص يعني قبل ساعه ونص من موعد اللقاء والطاقم السنغالي بالتاكيد ما بيحضرش الاجتماع الفني بيحضر مكان طاقم التحكيم مراقب الحكام هو اللي هيحضر هذا الاجتماع عشان يبقى عارف كل التفاصيل اللي اتفقوا عليها لان في النهاية بيخطر بيها الحكام اللي هيقودوا هذه المراقبة